الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وإمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين، محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه وبركاته ورضوانه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يتجدد اللقاء مع حضراتكم، وهذه المحاضرة الخاصة بتوجيه القراءات القرآنية، تلك القراءات التي نزل عليها القرآن الكريم. إن هذا القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم نزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه، فكلها هذه الأحرف شاف كاف، كلها لغات عربية أصيلة، ألسن قبائل ولهجات قبائل فصيحة عربية تعددت لتتعدد وجوه الإعجاز، سواء اللغوي أو المعنوي والتفسيري والتصريفي. وقفنا في اللقاء الماضي عند قول الله عز وجل: ويقتلون النبيين أو النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. في الحديث عن بني إسرائيل. هذا سهل أستاذ نور. مين يذكرنا بس على السريع بالقراءتين، قراءة النبيين والنبيين؟ وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ نور، حياك الله وبياك وأهل الشام كلهم. من يذكرنا بالقراءتين النبيين والنبيين؟ تفضل أستاذ مخولة. الله يحفظك أستاذ، تفضل يا مخولة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دكتور. في لفظ النبي والنبوة، قال الشاطبي: وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة، كل غير نافعين بدلا. فنافع قرأ بإثبات الهمز نعم، تمام. النبي والنبوءة، والجمهور بحذف الهمز بإبداله، طيب الله مش بإبداله، بحذفه وإنما بإبداله. بحذف او ابدال، هذا خلاف، حنشوفه هل هو نعم. حذف ام ابدال. طيب، جزاك الله خير يا استاذ مطولة. الان صلوا على رسولكم حبيبكم النبي عليه الصلاه والسلام. اذا احنا عندي قراءه النبي بالهمزه، وهي قراءه نافع وحده، ونبي قراءه البقيه. الان خلينا نرجع دائما زي ما احنا بنعمل وتعودنا للاصل. ايش اصل نبي ونبي بالفعل؟ ايش الجذر؟ ايش الجذر بتاع هذه وايش الجذر بتاع هذه؟ مين يذكرني؟ مين يذكرني؟ يكتب كتاب. احنا خلينا الاسئله هذا على الكتابه، بس هذاك عشان الصوت بغلب احيانا. كتابه على السريع، مين يذكرني؟ الاستاذ عبد الرازق. نبا، هذه يا استاذ حسام بتاعت ايش؟ نبا، هذه اللي هو جذر النبي، اكيد النبي مش النبي طبعا. ممتاز، جذر النبي نبا، نبا ينبو، اذا هو فعل واوي، فعل واوي نبا، هذا اللي هو للثاني للنبي. تمام، اذا انا عندي النبي ايش الجذر بتاعه؟ نبا ينبو نبوا. ايش معنى نبا ينبو؟ نبا يعني ظهر وبرز، نبا يعني ظهر وبرز. ومنه نقول كلمة نابية، يعني إيش؟ خارجة وظاهرة وبارزة عن سياق الكلام، يعني كلمة هيك بتستفز، كلمة بتجذب، كلمة سواء بغض النظر هل كانت يعني سيئة أو غير سيئة، لكن طبعا جرى استعمالها عرفا عند الناس في الكلمة السيئة، يعني الخارجة عن السياق وعن الإطار العام للأدب وكذا. إذا هذا النبأ، نبأ ينبو هو فعل واوي. طب كيف صار نبي مش نبو؟ لانه هي اضيفت لها الياء تاعت النبي، النبوي ياء النسبه، هو النبو
النبو ثم أضيفت لها الياء فصارت النبوي، فصارت ثقيلة فقلبت واوها ياء حتى تتناسب معها، وكسرت الباء طبعا لمناسبة الكسرة فصارت النبي. كويس. طيب نبأ، النبي اللي هو القراءة نافع، النبي من الفعل نبأ المهموز، من الفعل إيش؟ نبأ المهموز. طيب إيش أصل معنى فعل نبأ؟ إيش يعني معنى فعل نبأ؟ أهلا وسهلا أستاذة زهراء، إيش أصل فعل نبأ؟ الخبر. أستاذ حسام ما فهمتش قصة صلاة المغرب يا أستاذ مفعول، مش مشكلة. أنت صح، أنت صلاة المغرب هي، مش مشكلة، تغفر الله. الأستاذ حسام بقولنا نبأ من الخبر، كويس، هو النبأ الخبر، هذا كلام متفق عليه. وسمي النبي نبيا ليش؟ لأنه جاء بخبر السماء أو جاء بالخبر العظيم. والنبأ خذوا بالكم، العلماء بيفرقوا بين النبأ والخبر، ايش بيفرقوا بينهم؟ بيقولوا النبأ هو الخبر ذو الشأن او ذو البال، ما هو مش، خذوا بالكم كل كلمة في اللغة من الكلمات الأصيلة وليست الحشو والمستقرها، كل كلمة من الكلمات الأصيلة خصوصا اللي استعملها القرآن، لأن القرآن الكريم للعلم يا إخوة، القرآن الكريم استعمل أعذب وأجود وأعلى كلمات العرب. لما انتم تتفاجئوا ان القران الكريم لما تيجي تجمع كلماته كلها، الكلمات القران الكريم اللي استعملها ما بتتجاوز 5% من كلمات اللغه العربيه. 5%، ليش؟ لان كل اللغه العربيه فيها حشو كثير، وفيها كلمات كثيره مستكرهه وكلمات ثقيله وكلمات غير مستعمله وكلمات نابيه وكلمات كلمات. فالقران ايش عمل؟ استخلص أجود وأعذب وأعلى كلام العرب، كلام العربي، واستعمله. وهذه من إعجازات المفردة القرآنية اللي ذكرها الدكتور فضل حسن عباس رحمه الله في كتابه اللي هو لطائف المنان. فالكلمة نبأ هي إيش معناها؟ هي الخبر ذو الشأن، يعني مش أي خبر، الخبر المهم، الخبر الخطير، هي النبأ. طيب بس أنا بدي أسأل سؤال، أصل كلمة نبأ هل هي الخبر؟ الصحيح لا، عشان إحنا هلقيتها نفهم حديث هنذكره في توجيه قراءة نبأ، أو في توجيه قراءة نبأ اللي هو النبي مش النبي. ليش؟ ابن فارس وأنتوا أكيد بتعرفوه، ولما إحنا بنيجي بنقول لكم جيبوا لي أصل الكلمة الفلانية على طول بنقول له بنروح على مين؟ على معجم مين؟ معجم المقاييس للإمام ابن فارس رحمه الله. إيش قالنا ابن فارس في المعجم؟ قال أن نبأ قياسه الخروج من مكان إلى مكان، وسمت وتقول العرب للذي ينبأ من أرض إلى أرض رجل نابئ، وتقول العرب سيل نابئ. إيش يعني سيل نابئ؟ يعني سيل خارج، أتى من بلد إلى بلد، هذا بيسموه سيل نابئ، هيك العرب بتقول. ورجل نابئ يعني طالع من بلد لبلد. كويس. فهذا أصل كلمة نبأ، يعني خرج من مكان إلى مكان. طب إيش علاقة الخبر بهذا الأصل؟ إحنا دائما بنفهم إنه الكلمة معانيها التي انتقلت من الأصل لازم يكون في لها ارتباط بالأصل، وإلا بيصير لا معنى لأصل لارتباطها بهذا الأصل. إيش علاقة كلمة الخبر بهذا الأصل الذي قرره الإمام ابن فارس رحمه الله؟ مين يقول لي أو تقول لي إيش علاقة الخبر بأصل الجذر هذا نبأ، يعني خرج من مكان إلى مكان؟ ما رأيكم؟ دام فضلكم أيها الفضلاء ودام عزكم أيها الأعزاء. ولا واحد بده يجاوب؟ طب جاوب انا. ابدا ابدا، مش جاي على بالكم، يعني هي مش صعبه. الان الخبر اللي بيكون عندك في البيت خبر، ولا اللي بيجيك من برا؟ ايش رايكم؟ اللي بيكون عندك في البيت ولا اللي بيجيك من برا؟
ما رأيكم؟ اللي بيجي من برا ممتاز حسن، اللي بيجي من برا، عشان هيك هم سموا الخبر خبر ليش؟ قال لك لأنه يأتي من مكان إلى مكان الخبر، يقول لك والله إجانا خبر اليوم كذا، صح؟ من وين إجانا؟ يعني بينتقل من مكان لمكان، هو هي معنى نبأ في اللغة، مش نبأ يعني خرج من مكان إلى مكان وانتقل من مكان لمكان، وقلنا رجل نابئ وسيد نابئ يعني منتقل من مكان إلى مكان، وعشان هيك أطلق النبأ على الخبر لأنه بيجي من مكان لمكان ومش أي خبر. عشان هيك شفتوا كيف انتم اللطيفه الدقيقه في الاستعمال اللغوي، مش اي خبر، هو امين الخبر اللي بيطلع لي من مكان لمكان وبينتقل، الخبر المهم. ما هو لو خبر عادي وخبر ما حدش بدور عليه، في حد بنقله؟ ما حدش بينقله، لكن ليش الخبر هذا ينتقل؟ ليش سمي نبأ؟ لانه انتقل من بلد لبلد ومن مكان لمكان، عشان هيك سمي نبأ. عشان بقول لك ايش؟ في الاخبار اهم الانباء. ادق من اقول اهم الاخبار، لانه هذه انباء تيجي وتطلع من مكان لمكان. تمام، فهمنا هيك؟ استقرت هذا المعنى في النفس وفي العقل. طيب نرجع الآن، إذن هذه قراءة النبيء من النبأ، يعني هو الخبر، لأن النبيء هو الذي أتى بالخبر العظيم من السماء، هو الذي مخبر عن الله سبحانه وتعالى بخبر السماء، عشان هيك اسمه نبيء. تمام. طيب النبي قلنا إحنا من نبأ ينبو، يعني على وظهر وارتفع. طب ليش سمي النبي نبي؟ قال لك ليش؟ لعلو رتبته ومكانته وشرفه، لأنه مش في مقام قومه، النبوة شرفته ورفعته وخلته إيش أعلى، عشان هيك تسمي نبي من إيش، من نبأ ينبو، من النبوة أو النبوة. طيب الآن أنا بدي أسأل سؤال، قلنا إحنا منهجنا قبل ما نيجي نوجه هذه القراءة وهذه القراءة إيش نعمل إذا استطعنا، إيش إذا استطعنا أن نفعل ماذا نفعله؟ إنه إيش نعمل في الأول؟ الله يفتح عليك يا نور، نجمع. ممتاز. طب نقدر نجمع بينهم؟ ممتاز، نقدر نجمع بينهم. قال لك بكل بساطة، بكل بساطة هو هذا نبي، نبي هو مهموز، لكن همزته حذفت تخفيفا. يعني هو النبي والنبي هم التنين واحد، أصلهم من النبأ وهو الخبر، لكن أكثر القراء إيش عملوا؟ سهلوا، لأنه أصلا النبيين فعلا ثقيلة. وإذا أخذنا ميثاقا، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، والله ثقيلة، خصوصا عشان يجي بعدها مد هيك، ويا من النبيين ميثاقهم ومنك، فإيش؟ أبدلنا الهمزة ياء تخفيفا. إذا هيك احنا ايش بنكون سوينا؟ جمعنا بقراءتين. طيب واللي قالوا لا، انتم مين اللي قال لكم انتم انه هذه مبدلة وانه التنين جذرهم واحد من النبأ؟ لا لا، هذه من النبأ ينبو، وهذيك من نبأ ينبئ، أو من نبأ ينبأ، إذا يعني نجيب الثلاثي، من أنبأ ينبئ. كويس؟ فإذا بيختلفوا عن بعض، ما دام بيختلفوا عن بعض، طيب يا جماعة إذا كل واحد يضطر ايش يعمل؟ يدافع عن قرايته وعن قراءته، ويقول لك كل واحد يقول يجيب الحجة بتاعته. طيب تعالوا نشوف، نبدأ بحجة الجمهور اللي هو قراءة ايش النبي. قالوا في واحد شاعر اسمه عباس ابن مرداس، إذا مر عليكم، وهو من شعراء الإسلام الذين مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم. ايش قال عباس ابن مرداس؟ يا خاتم النبآء إنك مرسل بالحق. لا أنا أنا بش اسمه، لا هذه حجج نبي، عفوا، لا خليني أروح على النبي. احنا قلنا حجج الجمهور اللي هي قراءة الجمهور اللي هي التسهيل. طيب قالوا أول حاجة أن جمع النبي في القرآن أنبياء وبرضه نبيين، واضح؟ عشان نكون منصفين، هي في القرآن جمعت على أنبياء وجمعت على نبيين، لكن جمعوا على أنبياء في لهم حجة، في إيش هي حجتهم فيه؟ قالوا إحنا علماء التصريف إيش قالوا؟ قالوا فعيل إذا كان معتلا، فعيل خذ بالك، فعيل اللي هي الوصف هذا، فعيل إذا كان معتلا فإنه يجمع على أفعال
علاء، ممتاز. فعيل إذا كان معتلا يجمع على أفعلاء. طيب زيش مثلا زي ولي، الآن هو ده ولي معتل صح، ولي فعيل، إيش بنجمع ولي إحنا؟ إيش بنجمع ولي؟ ولاء ولا أولياء؟ عايش بنجمع ولي أولياء، ممتاز ممتاز أولياء. إذا إحنا بنجمع، ممتاز، إذا إحنا بنجمع ولي أولياء. طيب إذا حنجمع نبي، حنجمع نبي، ونبي بنجمعها على إيش؟ نبي برضه بنجمعها على إيش؟ على أنبياء. طيب وين الاستدلال هنا؟ الاستدلال إنه اللي بنجمعه على أفعلاء، اللي بنجمعه على أفعلاء هو المعتل وليس الصحيح، لأنه الصحيح يجمع على فعلاء زي حكيم وحكماء وخبير وخبراء وكبير وخبراء إلى آخره، هذا اللي هو الصحيح صح. هاي فعيل يجمع على إيش؟ على فعلاء، لكن المعتل يجمع على أفعلاء. طيب إذا لما أنا جمعت نبي على أنبياء، إذا دل ذلك على أن أصله معتل ولا مهموز؟ على طول هتقول لنا أصله معتل، لأن إحنا قلنا المعتل هو الذي يجمع على أفعلاء. إذا صار هذا فيه حجة لهم إنه هذا الجمع اللي هو أنبياء دل على أنه كلمة نبي هي المعتلة وليست المهموزة، وهي من الفعل نبى ينبو. تمام؟ طيب في عندهم حجة أخرى، هذه الحجة اللي ذكرناها بنسميها حجة إيش يا إخوة وأخوات؟ الحجة اللي تو ذكرناها إنه هنا فعيل المعتل يجمع على أفعلاء، إيش بنسميها حجة إيش؟ حجة ماذا؟ إيش اسم الحجة هذه؟ من أي تصنيف نصنفها؟ نسيته؟ سهلة. الجمع هنا بيدخل في باب إيش؟ والجمع والمهموز وغير المهموز في باب إيش اللي بيدخل؟ الجمع والمفرد وتصاريف وتقاليد. طيب هو يدخل في باب التصريف، في باب التصريف، يعني هذا بنسميها إيش؟ حجة تصريفية، نسميها حجة تصريفية. طيب في عنده حجة ثانية، قالوا روي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله، يعني همزها، إيش قال له؟ يا نبي الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه، قال لست بنبي الله ولكني نبي الله. الآن لاحظوا هذا الحديث، خذوا بالكم، أخرجه الحاكم في مستدركه وهو حديث صحيح، يعني حجة قوية للذين قرأوا بإيش؟ بالياء. هذا الحديث أخرج الحاكم في مستدركه، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله، قال لست له، قال له لست بنبي الله ولكني إيش؟ نبي الله. طب الآن العلماء إيش ردوا أو كيف خرجوا هذا الحديث؟ يعني إنه النبي، هل النبي حرم أن يسمى بنبي الله؟ لا طبعا، وإنما كره النبي ذلك. ليش؟ ليش يا إخوة؟ خلينا نرجع قبل شوية، ذكروني بأصل معنى جذر نبأ عشان نعرف ليش النبي كره نبي بالهمزة. إحنا قلنا إيش أصل جذر نبأ؟ مين يذكرني؟ أصل جذر نبأ أيوه، يلا طلع المعلومات، تخبوهاش لو لسه قلنا لكم إياها، حيك تخبوها؟ أبدا أبدا، نسيتن ونسيتم ولا نسيتم إمساء، ما رأيكم؟ الله اليوم شكلكم عسلين، اليوم شكلكم عسلين، بدكم ريفرشينج أو غفش اسمه على الفرنسي، بدكم بوزة غفشي. طيب أوكي، قلنا إن أصل كلمة نبأ هي خرج من مكان إلى مكان،
فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف من مقصد هذا الرجل سوءا، لما هو إجا وقال له يا نبي الله، كأنه هذا الرجل لا يقصد النبي اللي هو بمعنى الذي أتى بالخبر العظيم من الله عز وجل. طب ليش كرهه؟ قالوا لأن النبي عرف منه أو من فهم يعني من حاله، النبي كان يعني أوتي فراسة عظيمة، كان النبي من أكثر العرب فراسة، وأنت بتعرف الكلام هذا. فهو أدرك أن هذا الرجل يريد أن يقول له يا طريد الله، يا طريد يعني اللي خرجت من بلدك وانطردت، مش النبي هو الذي خرج من بلد إلى بلد، فهو كان بيقول له أنت اللي إيش اللي طلعوك من مكة وطردوك ورحت على المدينة، فعشان هيك النبي قال أنا نبي الله. إذن هذه حجة من قرأ النبي. نرجع إلى حجة قراءة نافع ومن كان معه. قلنا البيت الذي قاله عباس بن مرداس، قال يا خاتم النبآء، أو خاتم، خاتم وخاتم تعرف صح، يا خاتم النبآء إنك مرسل بالحق خير هدى السبيل هداك، يا خاتم النبآء إنك مرسل بالحق خير هدى السبيل هداك. فالشاهد وين؟ الشاهد أنه جمع على نبآء، والذي يجمع على نبآء احنا قلنا قبل شوية شو الصحيح ولا المعتل؟ ذكروني ذكروني، تحبطنيش، شكلكم نايمين اليوم، ذكروني، الذي يجمع على نبآء يعني فعلاء، الصحيح ولا المعتل؟ هاي ام خولة الله يفتح عليك، يلا يا شالت الاحباط عنا شوية، هاي منة الله كمان. اذا يجمع على الصحيح، قلنا كحكيم وحكماء وفعيل وفعلاء. إذا لما هذا ابن مرداس جمع نبي على نبأء، دل على إنه إيش أصلها؟ أصلها همزة ولا معتلة؟ دل على إنه أصلها همزة. إذا هذا شاهد لهم. طيب هذا الشاهد إيش بنسميه، أو هذه الحجة إيش بنسميها؟ حجة إيش؟ إيش بنسميها الحجة هذه؟ رأيكم حجة ماذا؟ حجة شو طيب؟ حجة ايه؟ حجة اي حاجة، قولوا اتكلموا. تصريفية، الله يفتح عليك يا مخولة، لغوية، النور بيقول مخولة بيقول تصريفية، هي لغوية تصريفية شعرية، يعني عشان ما نزعلش حدا فيكم، هي لغوية صح، بس هذا جوابك يا نور عام لغوية، ما هو كله بيرجع للغة، لكن انا بدي الاشي الاخص من اللغه اللي هو التصريف، لانه هو بيحكي عن النبعاء. بالاجمال احنا بيحكي عن النبآء جمع نبي، يعني الذي يجمع على فعلاء، هو الصحيح، الفعيل من الصحيح، وليس الفعيل المعتل الذي يجمع على افعلاء. كويس، فعشان هيك هذه حجه تصريفيه، لكن جابها من وين؟ من الشعر، حجه تصريفيه من الشعر، شعري. طيب في عندهم حجة ثانية، قالوا قال سيبويه. قال مين؟ سيبويه. قال سيبويه ايش قال؟ عمنا سيبويه وعمته طبعا. قال كلهم يقول تنبأ مسيلمة فيهمزون، وبذلك لا ينبغي بهذا أن ترد قراءة هذا الإمام الكبير. قصد مين؟ نافع. ايش بيحتج له سيبويه؟ بيقول كلهم يقولوا تنبأ مسيلمة، فعلا في سمعتوا حدا لما عن مسيلمة الكذاب، قالوا نبأ مسيلمة ولا تنبأ مسيلمة؟ طب متنبأ يعني ايش؟ يعني ادعى النبوة، مش هي معنى تنبأ؟ طب ليش من وين جابوا الهمزة؟ كان قالوا تنبأ، مش لو هو اصله على الالف، يعني على الواو قصدي، اللي هو في النبأ ينبو، لو اصل على الواو مش كان قالوا تنبأ مسيلمة؟ لكن هم كلهم، كل من نقل عنه ايش بيقولوا؟ تنبأ مسيلمة فيهمزون، وبذلك لا ترد قراءة هذا الامام الكبير. اذا لما قالوا تنبأ يعني ادعى النبوءة، تنبأ يعني ادعى النبوءة، او زعم بانه
يأتيه خبر السماء، جايينه من النبأ، زعموا بأنه يأتيه، أو زعم هو يعني اللي هو المتنبئ هذا، زعموا بأنه يأتيه خبر السماء ومنه يعني المتنبي، ما تعرفين اللي هو أبو الطيب أحمد بن أو عمرو بن عثمان، تعرف الجعفر بن عثمان، أحمد بن عثمان أظن المتنبي أو المتنبئ هو أطلق عليه ذلك، لأنه يعني كانوا يعني زعم أو اتهم بأنه يعني لأنه بلغ مرتبة عالية من الشعر وكأنه يوحى إليه. طيب في مشكلة في الصوت يا إخوة ولا الأمور تمام؟ شكل الصوت راح تمام الحمد لله. طيب تمام. طيب هيك احنا بنكون خلصنا النبي والنبيئة. طيب في سؤال على الموضوع هذا، على الموضوع هذا، ولا نروح على اللي بعده؟ طيب نذهب إلى الموضع الذي بعده. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، لا والنصارى والصابئين طبعا، هذيك في المائدة، والصابئون والنصارى بالرفع، طبعا مش هدخل في الإعراب تاعنا، حنطول مش هنخلص، خلينا احنا هنا على موضع البقرة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، والقراءة الأخرى مين اللي حيرفع إيده؟ تفضل يا أستاذ نور. السلام يضحكنا. عليكم، الله يعطيكم العافية أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ نور حياك الله، أهلا وسهلا بك. الله يكرمك. قرأها بغير همز الإمام نافع، انفرد بها حيث نعم، وقعت. هو شكله بيحبش الهمزة الإمام نافع، هي ثاني نقيضها. نعم نعم، والباقون قرأوها بالهمز، والصابئين. نعم ممتاز ممتاز، فتح الله لك وعليك وبك. جزاكم الله خيرا. طيب إذا قرأ الإمام نافع أيضا مثل النبيين الصابئين بدون همز، هنا هناك بهمز النبيين يعني عكسها، وباقي القراء الصابئين بالهمز. طيب خلينا نشوف جذر كل واحد الآن. الصابين الصابين والصابئين، صحيح يا مقبول، الله يفتح عليك. الصابئين ايش جذرها؟ الصابئين ايش جذرها؟ والصابين ايش جذرها؟ يقولوا التنين يعني صبأ، ممتازين الصابئين صبأ. طب والصابين صبأ. طب هذا هذه صبأ يصبأ، صبأ يصبأ يا أستاذ عبد الرازق، كويس. وهيفاء بتقول صبأ هكذا، طب أنا هيفاء بدي أسأل سؤال، صبأ خلاص أيوه جاوب أستاذ عبد الرازق، راح السؤال هيفاء، اللي هو صبأ يصبو يعني فعل واوي، الفعل واوي كنبى ينبو اللي قبل شوي، تمام. إذا صبأ يصبو فعل واوي. طب إيش معنى صبأ يصبو؟ يعني ما لا يميل، ما لا يميل، ومنه سمي الصبي صبيا لأنه يميل إلى اللعب وإلى الهوى وإلى كذا، عشان هيك سمي صبي. الصبي جاي من الصبا، ومنه الصبوة، شو يقول لك والله أصابته صبوة، إيش يعني أصابته صبوة؟ يعني صار كالصبيان، صار كالصبيان، هذيك صبا خرج عندي، هاي إجابتهم كلهم أيضا. صبا يصبو يعني مال مال وانحرف. طب لما عن الدين مش بقول لك الصابين يعني الذين مالوا عن دينهم وانحرفوا عنه وخرجوا عنه، كويس، بدل صاروا الصابين. طيب وصبأ الجذر صبأ يصبأ، قالوا صبأ بمعنى خرج من دين إلى دين، ممتاز، خرج ممتاز، هيك خرج من دين إلى دين، كويس. ومنه صبأت النجوم، إذا إيش طلعت صبأت النجوم، إذا خرجت طلعت، ومنه قولهم صبأ نابه، صبأ نابه يعني إيش طلع بين، كان صغير وهذا وطلع ناب نابه.
طيب أول حاجة، القراءتين خذوا بالك متقاربتين في المعنى. ليش؟ لأنه صبا مال عن الدين وصبا خرج عن الدين، مش بعد عن بعض، مش بعد عن بعض. يعني واحد مال عن الدين يعني في بيدل على الانحراف، صبا يصبو بيدل على الانحراف وعلى الزيغ، وصبا بيدل على الخروج من مكان، من دين إلى دين. كويس. الآن منهج الجمع واضح هنا، والآن فهمناه قبل شوية في قراءة النبيين والنبيين. يعني كيف؟ يعني حنيجي نقول نجمع بين القراءتين بحمل غير المهموزة على المهموزة. يعني حنقول إنه التنتين جذرهم وأصلهم واحد وهو صبأة، لكن خفف، يعني نافع، الإمام نافع خفف الهمز فأبدله بالياء فقال صابين بدل ما يقول إيش صابئين. فهذا سهل واضح، لأن يعني صار معلوما. تمام. طيب، لكن اللي لم يرتضوا الجمع وقالوا لا، انه هذه اصلها مهموز وتلك اصلها واوي لين غير مهموز وانما هي يعني معتله، فصار كل واحد بده ايش؟ بده يوجه قراءته التي اختارها. نبدا بحجه الصابين وهو جمع صاب. بس في الاول قبل، صحيح ذكرتوني، مين هم الصابئين؟ مين هم الصابئين أو الصابين؟ من هم؟ ربنا ذكرهم مع اليهود والنصارى والذين آمنوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين عنده علم من هم الصابئون؟ ماذا تقولون؟ أو هل تذكرون؟ أو لا تعلمون؟ اختر واحدة من الثلاثة. الله أعلم. أكيد يا سيدي، الله أعلم. أكيد. الله أعلم ورسوله يعلم وإحنا بنعلم كمان. إذن طيب انا اقول لكم، هو احنا قلنا ايش يعني الصابئ اللي خرج من دين الى دين؟ ديانه ابراهيميه منة الله. بتقول لكم احنا بدك تعمل لنا زي بتاع البيت الابراهيمي يا منة الله، ديانه ابراهيميه. هذا قول، خذوا بالكم انا عشان يعني اريحكم. هم اختلفوا اختلافا كثيرا في تعيين معنى الصابئين، لكن خذوا بالكم الصابئين بالعموم تنطبق على كل من بدل دينه. مش احنا قلنا صبأ يعني خرج من دين الى دين؟ يعني اللي كان يهودي وصار نصراني، او اللي كان نصراني وصار مشرك، او اللي كان يعبد كذا وصار يعبد كذا. يعني معناه ايش؟ المتنقلين من دين الى دين، الذين لا يستقرون على ديانه، هذول صابئين. قيل، وهذا قول قوي، ان الصابئين هم الذين خرجوا من ديانه النصارى وعبدوا النجوم او عبدوا الكواكب او عبدوا القمر. عبدت الكواكب وعبدت النجوم، هذول يعني احد الاقوال. ليش؟ لانه هذه فرقه موجوده، فرقه اللي عبدت الكواكب، وكانت موجوده في عهد ابراهيم عليه السلام، صح ولا لا؟ مش لا لا فلما جن عليه الليل راى كوكبا، ولما جن عليه فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي، ولما راى الشمس بازغه قال هذا. خذوا بالكم القول الصحيح في هذه الايات، يعني بس من باب العلم، القول الصحيح في هذه الآيات الذي يعني أرجحه وأميل معه، أن قول إبراهيم هذا كان من باب التدرج في الحجة على قومه وليس على حقيقته، وإنما كان من باب التدرج وإقامة الحجة. يعني بقول لهم مش أنتم بتعبدوا الكواكب؟ طب أنا بدي أمشي معكم، خلي خطوة خطوة. هذا من باب الحجاج القوي، وهذا هو يعني الأقوى في تفسير هذه الآيات. خذوا بالكم، يعني هو بيقول لهم انتم مش بتعبدوا الكواكب وتعبدوا القمر وتعبدوا الشمس والنجوم والى اخره، طيب تعالوا انا بدي امشي معكم، هاي القمر انا بدي اعبده زيكم. طبعا هذا من باب ايش؟ التنزل مع الخصم بنسميه، اذا انتم درستوا في علم العقيده اللي هو الحجاج والمجادله، في شيء بنسميه في المجادله اسمه التنزل مع الخصم، يعني انه انا امشي معاه على كلامه عشان اشوف وين بيوصلني، عشان انا يعني زي ما بقول ايش؟ اكبته وبكته. فايش قال؟ قال بدي اشوف القمر، انا بعبد معكم بشوي له القمر غاب. هو هيك بدي خاطر اقول لهم، هو في حدا بيعبد رب غيب؟ سبحان الله، هو الرب غيب يا جماعه. فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر، والله هذا كبير ضخم وجيب لكم الشمس والدفء وما شاء الله، يا الله بدي اعبده معكم. شوي اللي هي غابت،
نفس الكلام، قلت يا جماعه بتعبدوا حاجه بتغيب. بعدين ايش قال لهم؟ اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض. طيب الشاهد من الكلام هذا، يعني بس هذه فوائد بتيجي هيك يعني على جنب. يعني الشاهد من الكلام هذا انه كان في قوم يعبدون الكواكب، وللعلم يعني اذا حدا بيعرف لليوم في العراق كان في معنا احنا الاخت ايفين من العراق، ما اعرف في حدا من العراق معنا ثانيه. لليوم في العراق في طائفه اسمها الصبيين، مرت عليكم؟ الصبيين، بقول فلان صبي، ممكن ما سمعتوش عنها او سمعتوا، ما بعرفش يعني. هي موجوده في شمال العراق، الصبيين. لا تعرف العراق فيها ملل كثيره، فيها اشوريين وفيها صبيين وفيها يزيديين وقصص. فهذول المله موجوده لليوم، اللي هم عبدت الكواكب وعبدت النجوم. فهم يعني ربما هم المعنيون بهذه الايه، كل من بدل دينه او عبد يعني شيئا، او خرج عن دين الى دين، او عبد الكواكب والنجوم والكواكب الى اخره. المهم هذا يعني من باب الاستطراد. هنا الصائبات المردائيين، والله استاذ عبد الرازق هذول يمكن مسيحيه، والله على الناس استاذ الرازق انا لا اعلم بصراحه، بس يمكن سمعت انهم ممكن يكونوا مسيحيين، او ممكن يكون مله ثانيه. ما انا قلت لك يعني العراق فيها ملل كثير. صحيح. طيب العموم نرجع الان الى التوجيه. حجة الصابين، يعني اللي هو صاب جمع صاب صابين، قالوا في القرآن وردت على هذا. في سورة يوسف عليه السلام ايش يوسف قال؟ هو بيدعو ربنا، قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الآن أصب هذه اللي ذكرها يوسف عليه السلام هي من أي فعل؟ فعل صبا، يصبو، السين عشان انجزمت طارت الواو تحت. طيب هي ليش مجزومه هنا يا اخي؟ والا تصرف عني كيدهن اصبو اليهن. ليش مجزومه؟ اصبو، ما هي الواو تاعتها رايحه طايره، مجزومه بحذف الواو، ليه؟ يلا سؤال نحو بسيط، انتم المفروض كلكم تعرفوا نحو. يعني ايش قصدك وان لم؟ انت بدك تجاوب بالاشاره يعني، انا عم اعتبريني زي ما نقول يا شيخ فهم على قدي، جاوبيني بالتصريح وليس بالتلميح. تصرف عني كده، لا انا بدي تجاوبيني، تقدري تكتبليش الايه. ليش انجزمت اصبو؟ جاوبيني جواب بعتبريني بفهمش حاجه. انت او غيرك يا نور، انا شو كلام؟ ايوه جواب الشاب، خلص هيك تقولي تمام. الله يفتح عليك. جواب الشرط، لانه هي قصدها ان لما، انا فاهم هي قصدها عشان والا. الله يفتح عليك. والا هي اصلها وان، لا ان الشرطيه، ولا اللي هي ايش؟ النافيه. والا تصرف عني كيدهن اصبو، اذا هي جواب الشرط. اذا هذه الحجه الاولى، قالوا انه القران استعمل اصبو، ويعني ايش معنى اصبو اليهن؟ يعني ايش؟ انحرف واميل اليهن واسمع لكلامهن والى اخره، وافتنوا بهن، نسال الله العافيه. فهذه الحجه الاولى. والحجه الثانيه قالوا من حجه لغويه، ليش سمي الصبي صبيا؟ لانه يلهو ويلعب ويميل بكل يعني ما بين يديه، يعني يصبو الى اللعب والى الهوى والى الميل الى اللعب. فمن هذه التسميه دل على انه الصبي بمعنى الذي يميل وينحرف، وهم الصابون او الصابين اللي بيميلوا بينحرفوا عن الدين. تمام، اذا هي الحجتين تعينهم، هي الحجتين تعينهم، ويعني هم يعني الاولى حجه لغويه قرانيه، حجه لغويه من القران الكريم، استعمال قراني يعني، حجه قرانيه، والثانيه حجه ايش؟ لغويه. طيب قرأوا صابئين، قالوا الصابئين حجتهم واحدة بس حجة قوية جدا. قالوا الأصل في هذا الفعل أنه تبديل الدين والخروج من دين إلى دين، وهذا بمعنى صبأ. يعني إحنا ليش نروح نقول صبا بمعنى مال وبعدين ناخذها للدين ونقول مال من دين عن دين؟ لا، هو صبا بمعنى مال وانحرف، هذا على العين والرأس. لكن في فعل هو ألصق بالدين وهو فعل صبأ، لأنه صبأ أصلا في معناه هو الخروج مش من مكان لمكان. ها
صبأ في أصل معنى الخروج من دين لدين، يعني هي صبأ تدل على المقصود دلالة مطابقة، أما صبا فتدل على المقصود دلالة إيش؟ دلالة إضمار أو إشارة. يعني أنا أروح أخذ دلالة المطابقة ولا دلالة الإضمار أو الإشارة؟ لا، بأخذ دلالة المطابقة. في اللغة صبأ يعني خرج من دين إلى دين وخلصنا، ليش تلف وتدور وتغلبونا؟ تمام؟ طيب. ننتقل الآن إلى الموضع العاشر، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما تفجر من النهار، وإن منها لما يشقق فيخرج من الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون يعملون. ومين رفع إيده؟ من رفع يده ليأتينا بمن قرأ هذا الموضع؟ مين؟ مين يقول؟ أبدا أبدا، أستاذة مخاولة تاني، يلا بدل أنت رفعت إيدك، تفضل تفضل أستاذة مخاولة. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قرأ بالغيب ابن كثير، وبالغيب عما تعملون هنا دنا، يعني والباقي بالتأنيث. قرأ بالياء ابن كثير ابن كثير بالغيب، ابن كثير بالغيب اللي بالغيب هو بالياء يعملون، ممتاز، وباقون تعملون. طيب ممتاز، تعملون. الله يفتح عليك يا أستاذة أم فولي. آمين يا رب. إياكم. الآن لاحظوا يا إخوة، بدي أوقف هنا بس وقفة صغيرة، ارجع فيكم شويه هيك زمان زمان لما انتوا اخذتوا القراءات. احنا قلنا القراءات هي ناشئه عن ايش؟ عن الاحرف السبعه، صح؟ مسكرين الكلام هذا؟ القراءات ناشئه عن الاحرف السبعه، وقلنا طيب تمام، وقلنا انه الاحرف السبعه ليش نزلت؟ ليش انزلت؟ تخفيفا، تخفيفا، لانه فيهم، مش في الحديث انتم اذا متذكرين، فيهم الشيخ الكبير والرجل العاسي يعني الكبير في العمر، والطفل والذي تخشب لسانه، والمرأة، وكذا من هالكلام، يعني حتى ايش؟ لا يثقل عليهم اللسان بتغيير من ان يتغيروا من لغة الى لغة، بتاع تميم بيحكي هيك، وبتاع حذيل بيحكي هيك، وبتاع غطفان بيحكي هيك، فبدنا يعني اذا والله ألزمناهم بلسان واحد سيثقل ذلك عليهم. لكن هنا الموضع هذا بيحط لنا علامة استفهام. ابن كثير بالغيب بالياء، احنا قلنا هيك، ما انت قلت هيك شكلك اصلا. طيب الان اذا احنا اللي بيضعنا هذا قدام سؤال مهم، قدام سؤال مهم. طب ايش علاقة الان هذه؟ طب احنا هذا اكيد جاي من الاحرف السبعة، من وين حتيجي يعني؟ يعملون وتعملون، جاي من الاحرف السبعة. إلها علاقة بالتخفيف، ايش علاقتها بالتخفيف؟ مين يجاوب؟ أنا لما أقرأ وما الله بغافل عما تعملون، أو وما الله بغافل عما يعملون، إيه له علاقة هذا بالتخفيف والتشديد والتثقيل؟ يعني هو بغلب لما أقول تعملون مثلا، هو إيش علاقته في لغات العرب هذا الكلام؟ إيه له علاقة في لغات العرب؟ ما رأيكم بالتخفيف هذا رأيكم؟ What's your opinion على الإنجليزي؟ أو وزبي؟ أيوة يا إخوة، ولا واحد عنده رأي؟ أحكي أنا يعني؟ بحكي العادي. هو أنا عارف هم بالأحرف السبعة طبيعي، إحنا مش مختلفين، بس إحنا أخذنا يعني هذا فيه تخفيف إنها تكون على نسق ما قبلها يا هيفاء، في تخفيف. هو يشقق ويخرج، ايش دخل؟ هو الان نسق اللي قبلها يا هيفاء خطاب ولا غيبه؟ اللي قبلها خطاب ولا غيبه؟ عشان اشوفك مصحصح ولا لا يا هيفاء. طب اطلع في الايه من اولها، ايش اولها الايه؟
كويس، هو ينصرف للخطاب او الغيبه. ايش شو يا هيفاء؟ اسف. طيب هو اول الايه ثم قست قلوبكم، يعني خطاب مش غيبه، خطاب. بس انا يا نور انا بدي اسال سؤال، التوجيه يرجع الى الغيبه او الخطاب على العين والراس؟ لكن ايش علاقته في التخفيف؟ هي السؤال. مش احنا قلنا انتوا اخذتوا في الاحرف السبعه حكمتها التخفيف على الامه، ايش علاقته هذا في التخفيف؟ هذا سؤالي انا، انه انا اقرا بغيبه وخطاب، وايش علاقته في التخفيف هذا؟ فاهمين انتوا سؤالي؟ ما رايكم؟ دام فضله بلغتهم ما تغير عليهم. طب هو لما يقولهم، انت برضه مش فاهم، هو لما يقولهم ما والله بغفل عما يعملون، هو ايش علاقته في انه تغير عليهم في اللغه او لا؟ هو لغه، هو كل القبائل في لغتها خطاب وفي في لغتها غيبه. يعني فيش، عفوا، يعني قبيله فيش في لغتها غيبه او خطاب، هذا الخطاب والغيبه في لغه كل القبائل. فما تغير عليهم انه يكون خطاب او غيبه، مش هيثقل عليهم يعني. فاهم علي انت؟ طب عموما انا اقول لكم صلى الله على رسول الله. المساله هنا لا علاقه لها بالتخفيف يا اخوان، لا علاقه لها بالتخفيف. ولذلك الصحيح في مساله حكمه الاحرف السبعه عليه الصلاه والسلام، الصحيح في حكمه الاحرف السبعه انها لا تقتصر فقط على التخفيف. اللي بيقول انه حكمه الاحرف السبعه تقتصر على التخفيف هذا خطا. ليش؟ لانه هذا الموضوع، ومش هذا، ومواضع كثير حتلاقوها انه انتقل من الغيبه الى الخطاب، والخطاب الى الغيبه، او الجمع او الافراد. طب هذه ما لها علاقه بالتخفيف، لانه هذه موجوده في كلام العرب كله. العرب كلهم يستعملون الغيبه ويستعملون الخطاب ويستعملون الجمع ويستعملون الافراد، فما لها علاقه. ولذلك احنا بنقول، والالتفات كويس يا ريت حناخد، ولذلك احنا بنقول ان للاحرف السبعه حكمه اخرى، هي حكمه الاعجاز. الاحرف السبعه لها حكمه اخرى، هي حكمه الاعجاز في تعدد المعاني. في تعدد المعاني، مش بس حكمه التخفيف، في حكمه الاعجاز بتعدد المعاني، وهذا من باب الايجاز، انه انا بأجمع المعاني الكثيره في الالفاظ القليله. يعني انا بجمع بالقراءتين، بجمع معاني. هل لقيت هذول القراءتين هيعطوني معاني؟ هل لقيت؟ خلينا نشوف كيف. احنا الان فهمتوا، انتوا الان كلكم فهمتوا انه انا في عندي وما الله بغافل عما يعملون هنا غيبه، وما الله بغافل عما تعملون خطاب. كويس؟ طيب لما نيجي نقول وما الله بغافل عما تعملون، هذه واضحه. الخطاب لمين؟ تعملون يمين، يمين لمين الخطاب؟ وما الله بغافل عما تعملون انتم يمين. الايه قدامكم انتم شايفينها صح؟ مفروض يعني، او محضرين يعني. يا بني اسرائيل، ضغط عليك استاذ حسام، يا بني اسرائيل، ممتاز. الخطاب ليش؟ لانه من اول الايه ومن الكلام اللي قبله اصلا كله بيحكي عن مين؟ بيحكي عن بني اسرائيل. والايه هذه اجت بعد قصه البقره، اذبحوا بقره والى اخره. وبعدين قال ثم قست قلوبكم يمين يا بني اسرائيل فهي كالحجاره واشد قسوه. بعدين قال لهم وما الله بغافل عما تعملون يا بني اسرائيل. اذا السياق متصل ومتسق، ما فيش اشكاليه. طيب الان لو قال وما الله، اللي هي القراءه الثانيه اللي هي بتاعت ابن كثير، وما الله بغافل عما يعملون هم. الان بيصير خطاب لمين؟ وما الله بغافل عما يعملون هم بني اسرائيل. ان الان هو ذكرهم بصيغه الغيبه، خذوا بالك، ذكر بني اسرائيل بصيغه الغيبه. طب هو طالما ذكر بني اسرائيل صار غيبه، اذا بخاطب مين؟ بطل يخاطب بني اسرائيل هالجيت، لانه هو ذكرهم بصيغه الغيبه، يعني هو مش قدامه. طبعا الله مطلع على كل شيء، بس هو على ما نحن نعلم يعني. وما الله بغافل عما يعمل بنو اسرائيل، يعني عما يعملونهم. اذا الكلام صار لمين هالجيته؟ الكلام صار لمين؟ هذا يا اخوه صار الخطاب للمسلمين، يعني وما الله بغافل عما يعمل بنو اسرائيل ايها المسلمون. فهذا انتقال من خطاب اليهود الى خطاب المسلمين. تمام؟ هذا انتقال من خطاب بني اسرائيل الى خطاب المؤمنين المسلمين.
فهمتوا ايش معنى القراءة هذه؟ إذا في القراءة هذه في التفات اللي حكت عنه هيفاء قبل شوي. في التفات، التفت من الخطاب إلى الغيبة. ايش الالتفات؟ التفات من خطاب الغيبة. والإمام الزمخشري بقولنا أن الالتفات هو أم الأمهات في البلاغة. ايش بقولنا عنه؟ هو أم الأمهات في البلاغة، يعني من أعظم الأشياء المهمة في البلاغة، لأنه هو اللي ايش ينشط الذهن ويثير السمع ويجلب الانتباه، خلي الواحد ينتبه. لما بتلاقيك بتحكي وبعدين بيقول له انت، بتحكي عن فلان، بعدين تلاقيه انتقل من الغيبه الى الخطاب. اه، فبتلاقيه ايش بخليه ينتبه، يقول لك ماله هو وجه الكلام الي، او ماله انتقل مني من الخطاب الى خطاب الغيبه. فكل هذا له ايش؟ له دلالات جميله في علم البلاغه، في علم البلاغه. فهنا هذه الدلاله انه الله عز وجل انتقل من الكلام عن بني اسرائيل، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، بعدين قال وما الله بغافل عما يعملون، وجه الخطاب للمسلمين. فكأنه في ايش؟ فكأنه في اعراض عن اليهود. هذا معنى من المعاني اللي بنستفيدها من الالتفات ومن الانتقال من الخطاب للغيبه، وكأنه في اعراض عن اليهود، يعني ما ذكرهمش بالخطاب، ما قالش وما الله بغافل عما تعملون يا انتم ايها اليهود. ليش؟ لانه اشبع الحديث عن هنات بني اسرائيل في الايات السابقه، فكأن يعني الأفق قد ضج بهناتهم وكفرهم وافتراءاتهم وقتلهم للأنبياء وكذا، فكأن الله هنا يريد أن يلتفت عنهم ويتجه إلى المسلمين في الخطاب. والدليل إنه في الآية اللي بعدها إيش قال؟ على طول الآية اللي بعدها إيش قال؟ بعدهم الله بغافل عما يعملون، إيش قال؟ ذكروني أيها الطلاب، أفتطمعون؟ الخطاب لمين فأتطمعون؟ ممتاز، الخطاب لمين فأتطمعون هذا؟ لمين بحكي أفتطمعون؟ لمين؟ للمسلمين. ضبط عليك حسن، للمسلمين. إذا هذا الدليل إنه هو إذا هو انتقل إلى خطاب المسلمين، ولذلك صار الكلام متصل بإيش؟ بالمسلمين. هذا على الغيبة. إذا الآن نرجع للحجج، الآن تقريبا الحجج اتضحت بالنسبة لنا إحنا، الحجج اتضحت. أول شيء حجة الخطاب، قال حجة الخطاب واضحة إنه الكلام ما زال في سياق الحديث عن بني إسرائيل، ولذلك الكلام متصل، الكلام ماله متصل. ثم قست قلوبكم وما الله بغافل عما تعملون. طيب، فالحجة هذه هي حجة سياقية، متذكرين أخذناها قبل هيك، حجة سياقية، إن السياق يقويها، السياق قبلها هو سياق خطاب بني إسرائيل، فما زال الكلام متصلا في خطاب بني إسرائيل. طيب، حجة الياء أو الغيبة، قالوا الحجة هو الكلام الذي بعدها وقد جاء مفرعا. ها، انتبهوا للحجة هذه، هذه حجة إيش هنا؟ فيها كلام نحوي. قالوا الكلام الذي جاء بعدها جاء مفرعا. إيش يعني مفرعا؟ إيش يعني مفرعا؟ إيش يعني تفريع الكلام؟ أنا شكلي بحكي مصطلحات غريبة في المحاضرة هنا شوية، يلا بنتعلم هنا كويس. تفريع الكلام هو يقول لك له عدة معاني، أنا بدي في المعنى تاعنا في النحو يا هيثم. تفريع الكلام في النحو هو ترتيب معنى على معنى بحرف الفاء. تفريع أو ترتيب، عشان نغير الكلمة، ترتيب معنى على معنى بحرف الفاء. يعني الآن وين هنا؟ أنا كيف عرفت التفريع؟ أفا أي حرف الفاء، هذه الفاء تفريعية بنسميها، الفعل هي تفريعية. إيش يعني تفريعية؟ يعني بعد اللي صار هذا، بعد اللي صار هذا منهم، بتحسبوا أو أنتم طمعانين إنهم يسلموا؟ لا، مش هيسلموا. هاي معنى التفريع هنا، يعني بعد كل اللي صار أنتم طمعانين إنهم يؤمنوا؟ لا، مش هيؤمنوا. فهنا فرع الكلام عن الكلام. طب الآن فرع الكلام، الكلام هذا المفرع اللي هو أفتطمعون، خطاب لمين؟ للمسلمين. إذا هو الأقوى أن يفرعه على خطاب لبني إسرائيل، ولا أن يفرعه على خطاب للمسلمين؟ قالوا الأقوى أن يفرعه على خطاب للمسلمين، عشان هيك هذا ينصر قراءة ابن كثير اللي هي وما الله بغافل عما يعملون، لأنه هذا اللي قلنا
قراءة الغيبة خطاب لمين؟ خطاب للمسلمين. فهمتوا إذا هنا إيش يعني التفريع؟ تمام؟ وفهمتوا إيش يعني الحجة هذه؟ إذا الحجة هذه أيضا حجة سياقية، لكن بمزاج نحوي، حجة سياقية بمزاج نحوي. يعني فهمنا معنى التفريع والسياق، لأن السياق اللي بعدها أفتطمعون يا مسلمين. طيب جميل جميل جميل. في سؤال على الموضوع هذا قبل أن ننتقل إلى الذي بعده أيها الكرام؟ أيها الفضلاء والفاضلات والفضليات، وليش بتفرق الفاضلات عن الفضليات؟ هم فاضلات ولا فضليات؟ من الصح؟ يلا هذه تفريع برضه، تفريع برضه المحاضرة. فضليات الصح وفاضلات غلط يعني يا نور؟ حيرتك أنا هيك. إيش نعم فيهم؟ إنه هذه خطأ. ليش؟ فضيلات جمع إيش؟ فضيلات. طيب إيش مشكلة؟ فعلة فعلة فاضلة كويس. الأستاذ عبد الرازق بيقول لنا، أو جاب لكم التصريف، فضليات يعني فعليات، اللي هي جمع إيش؟ مش جمع فاضلة، جمع فضلة. فعلة تجمع على فعليات، فعلة طبعا عدة جموع فعلة، بس من جموعها على فعليات، تمام؟ اللي هي الفضلة. طب أما فاضلات جمع فاضلة، يبقى إيش الفرق صار؟ التنتين صح، بس هذه جمع فاضلة وهذه جمع فضلة. طب إيش يعني إيش الفرق بين فاضلة وفضلة؟ إيش الفرق؟ ولا ما هي فاضلة مؤنث وفضلة مؤنث، فاعلة فاعلات، اللي هي فاضلة فاضلات يا أستاذ عبد الرازق، حلو. طيب وفضلة فضليات يعني فعلة فعليات، بس الآن سيبنا من الجمع، إيش الفرق بين فاضلة وفضلة؟ إيش الفرق بين فاضلة وفضلة؟ الاثنتين زي بعض يعني؟ أنا بدي الوزن، أنا بدي المعنى يا مخولة. انا شو بدي في الوزن؟ الوزن اكيد في فرق، انا بدي ايش الفرق في المعنى؟ انتوا فضليات مش فاضلات، وفاضلات بس فضليات احلى. بقول لكم ليش؟ فاضله مؤنث ايش؟ فاضله مؤنث ايش؟ قولوا لي يلا. احنا بعدين بنحكي لنا ساعه في الفضليات والفضلات، بعدين عندهم الاخوه بيزعلوا. فاضله مؤنث ايش؟ مؤنث فاضل، مؤنث فاضل، فاضلة مؤنث فاضل. طب وفضلة مؤنث ايش؟ فضلة مؤنث ايش؟ افضل. الله يفتح عليك استاذ رازق، الله انك جدع علينا احنا شو اسمه بالشامي، وجدع برضه بقوله بالمصري صح جدع. اذا مين اللي افضل؟ الافضل افعل تفضيل من فاضل. الله يحسن الينا واليك يا رب وجميع السامعين. اذا يا اخوه ويا اخوات، الفضله هي مؤنث افضل، والفاضله هي مؤنث فاضل. ومين اللي افضل؟ الافضل ولا الفاضل؟ مين الافضل من الثاني؟ الافضل الافضل افضل من الفاضل. عشان هيك احنا بنقول الفضله هي اعلى مرتبه، عشان هيك بنقول الاخوات الفضليات اعلى رتبه من الاخوات الفاضلات. اذا ايش بتطلعوا لقيت انتم؟ فضليات ولا فاضلات؟ مبالغه صحيح. اللي هي افعل التفضيل بنسميها. اذا هم فضليات والاخوه فضلاء، جمع افضل فضلاء، تمام. طيب ماشي جبنا هنا، ما نعرف ايش جبنا. انا كنت بسالكم في انكم سؤال على ما مضى، طبعا شكله فيش عندكم سؤال على ما مضى. اذا ننتقل على الموضوع هذا الذي بعده. بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها
خالدون، مين يرفع ايده؟ يا قلنا الموضع هذا من يرفع يده ويتحفنا. تفضلي يا أستاذة نور، تفضلي يا نعم، أيتها الفضلى. خطيئاته بالجمع عند الإمام نافع أيوة. قرأها، والباقون قرأوها خطيئته بالتوحيد. بالتوحيد، أسأل الله أن تكوني من الموحدين دائما. اللهم آمين. طيب ممتاز، برضو الإمام نافع هنا يخالف الجميع. لا هو شو اسمه، ليست فرشا يا مخوي، هذا مهموس وغير مهموس في المصحف كله يعني. طيب إذا الإمام نافع قرأ وأحاطت به خطيئاته، وبقية القراء العشرة قرأوا وأحاطت به خطيئته. إيش أعراض خطيئته أو خطيئاته؟ إيش أعراضها؟ إعرابها يا قاضيتها، ما قولك في امرأة تزوجتها؟ أيوة فاعل أكيد يا منة الله، الله يفتح عليك، أفتح عليك يا أستاذة نور، أستاذة منة. طيب بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته أو خطيئته. طبعا بلى الله يبارك فيك يا منة، بلى احنا بنقف عليه ولا لا نقف؟ ايش رايكم؟ نقف ولا لا نقف؟ ما رايكم؟ انتوا اكيد في معاكم يعني ناس معهم سند ومعهم كذا ودورات عليا ولا لا؟ تعرف الامور هذه كثير اكيد. لا نقف، المخولة بتقول لنا لا نقف. طب في واحد غيرها بيوقف ولا كلكم لا تقفون زيها؟ ايوه قولوا بس مخولة لله. هذا من حيث الاصل يا نور، القران لا يوجد فقف، هذا من حيث الاصل، لكن في مواضع يجب ان نقف عليها. احنا بنشوف هل هي محل وقف ولا مش محل وقف. مخولة بتقول ليست محل وقف. طيب يا مخولة انت ونور باقيين ساكتين شكلهم، مش عارف بوقف ولا بوقفوش. نقف من باب التنبيه. طب انا بدي اسالك يا نور، ايش معنى بلى؟ معلش انا خليني ندخل شويه، معلش شوف النهايه كله فائده، انت صح ولا لا؟ ايش معنى بلى؟ لا، هي أنا بعرف إنه نعم تحتمل الصدق أو الكذب، أما بلى لا تحتمل، يعني إجابا يعني. لا هي الفرق بين نعم وبلى يا نور، الفرق بين نعم وبلى ايش؟ نعم نعم جواب نعم للايجاب، وبلى جواب للنفي. تمام؟ فلقيت تمام، صلى على حبيبك النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم. الان بقول جاء، اجاء محمد، ايش بتجاوبيني؟ انه محمد اجا، بدك تقولي ايش؟ اجاء محمد، ايش بتقولي؟ حرف جواب وتصديق. هي قلنا استاذ عبد الرزاق جاب لكم تعريفه باللغه مثلا، يرد على سؤال او عدم سؤال. ممتاز. قلت لما اقول اجاء محمد ايش بنقول؟ نعم جاء، هذا ايش؟ ايجاب. طيب لو قلت اجاء محمد او الم ياتي بالنفي، قلت الم ياتي محمد، طبعا محمد الان اجا، ايش بدك تقولي؟ الم ياتي محمد، ايش حتجاوبي؟ نعم ولا بلى؟ بل جاء محمد. بلى. ليش؟ لأنه بلى جواب للنفي. يعني إيش معناها؟ ألم يأتي محمد؟ بلى جاء. بلى جاء يعني أنت إيش؟ بتعكس النفي بجواب بلى. طيب إذا الآن أنا سؤال اللي بدي أسأله لكم، بلى جواب على ما قبلها أو على ما بعدها؟ بلى على ما قبلها.
جواب على ما قبلها، هي نعم، نفي، هي نفي لما قبلها وإثبات وقال لإيه؟ كانت مثلا النار. هي نفي لما قبلها وإثبات لإيش؟ لما بعدها. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون بلى بلى، إيش يعني؟ يعني بلى ستمسكم، صح ولا لا؟ بلى يعني الكلام اللي أنتم بتقولوه منفي، بلى ستمسكم وليس كما قلتم. طيب وإيش إيش الإثبات؟ الإثبات من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. وبناء على هذا المعنى يا إخوان، فإن الوقف على بلى حسن محمود، بل إنه تلقي بالسند عن القراء. يعني أنا شيخي اللي أقرأني، أنا شيخي اللي أقرأني قال لي إنه شيخه اللي أقرأ وأوقفه على بلى، وشيء يعني أنا شيخي اللي أقرأني أخذ القراءة من قراء الشام الكبار المشهورين زي الشيخ بكر الطرابيشي الله يرحمه، والشيخ كريم راجح ربنا يحفظه. فيعني هذا السنة القراءة اللي جرت عندهم، سنة القراءة اللي جرت عندهم الله يبارك فيك يا أستاذ. أستاذة أم عبد الرحمن، فالوقف على بلى هو حسن، ما تقولش إنه لا نقف، لا، لأنه بلى بتنفي أو ترد الكلام الذي قبلها وتثبت الكلام الذي بعدها، فالوقوف عليه حسن في هذا الموضع. يعني نقول إيش؟ بلى يعني ستمسكوا منه. وبعدين بيجي بيقرر القاعدة التي تنطبق على كل البشر، ربنا عز وجل لا يحابي أحد. هو عشان أنتم يهود يعني مش هتمسكوا النار؟ لا. إيش القاعدة يا رب؟ قال من كسب سيئة، ومن هنا، من هنا اسم شرط يدل على العموم، لأنه هذا اسم موصول، مش من الأسماء الموصولة، اسم شرط موصول يعني بمعنى الذي، هذا يدل على العموم. طبعا بتفرق الذي عن من، إنه الذي للتخصيص ومن للتعميم، عشان هيك نستعمل في هذا الموضع من، ما استعملش الذي، ليش؟ بتدل على الإبهام والعموم، يعني كل من. بلى من كسب سيئة وأحاط به خطيئته فأولئك أصحاب النار، هي القاعدة عند الله عز وجل. القاعدة عند الله عز وجل إنه من يشرك بالله مين مكان، يهودي نصراني مسلم نبي، حتى ربنا قال للنبي قال إن أشركت لا يحبطن عملك، صح ولا لا؟ حتى لو كان نبي إن أشرك، هي القاعدة، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات فأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذا هو إيش العدل الرباني سبحان الله عز وجل. طيب إذا إحنا هنا التمهيد هذا كويس، فهمنا إنه حيكون في المسألة شرك، الكلام اللي حيكون على السيئة أو الخطيئة فيه شرك، تمام؟ الآن إذا إحنا حنيجي نسأل الآن سؤال، إيش معنى سيئة وإيش معنى خطيئة؟ عشان إحنا نفهم إيش الأصل الخلاف في القراءة خطيئات وخطيئة، تمام؟ لأنه الخلاف في القراءات وفي توجيههم ناشئ عن معنى سيئة ومعنى خطيئة. إيش معنى سيئة؟ قال من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة. فإيش رأيكم؟ الآن العلماء في لهم ثلاث أقوال في هذه المسألة، لو ترجعوا أنتم للسلف هتلاقوا لهم ثلاث أقوال في هذه المسألة. إيش الأقوال؟ الأول أن السيئة هي الشرك والخطيئة هي الكبيرة. السيئة هي الشرك والخطيئة هي الكبيرة. والقول هذا خلينا أول خيار أكتبه هنا عشان ما نقولش نخربط غيرها، عشان قلت لما نيجي نوجه لكم إياهم تكونوا مرتبينهم. يعني القول الأول أن السيئة والخطيئة بمعنى واحد وهو الشرك بالله، هذا القول الأول، أن السيئة والخطيئة بمعنى واحد وهو الشرك بالله. بل من كسب سيئة وأحاط، وهم بمعنى واحد، كيف بدك توجه؟ قال من باب إيش؟ إنه كسب سيئة يعني أشرك، وهذا الشرك إيش؟ أطبق عليه فلم ينجو منه، أي معنى أحاطت به خطيئته. ما عادش يقول لي فيش تكرار، كيف بتقول لي إنهم بمعنى واحد؟ لا، بقول لك فيش تكرار، إنه هو كسب سيئة يعني أشرك، وأحاطت به خطيئته يعني أطبقت عليه خطيئته من كل جانب فلم ينجو، تمام؟ هذا المعنى الأول. المعنى الثاني اللي تو قلنا، السيئة الشرك والخطيئة الكبيرة. والقول الثالث عكس الثاني، إيش يعني؟ يعني السيئة الكبيرة والخطيئة الشرك. مركزين معايا عشان قلت الموضوع اتخربط، فركزوا معايا وصحصحوا وافتحوا قلوبكم وشنفوا آذانكم
وحملقوا أبصاركم كمان. طيب الآن نيجي للقراءات. احنا في عندنا قراءة إفراد أو توحيد زي ما قالت نور، هما مش نور اللي بنقول هذا كلام، القراء هيك بيقولوا على التوحيد دائما. كويس. الآن نيجي على قراءة الإفراد خطيئته، بدنا نوجهها على الأقوال الثلاثة. على القول الأول، إيش قلنا القول الأول؟ ذكروني فيه، يلا شوفوا كتبته ولا ما كتبتوش ورايا. إيش قلنا القول الأول فيه، سيء أو خطيئة؟ أن السيارة خطيئة بمعنى واحد وهو الشرك بالله. الله يفتح عليك يا أستاذة منة. أنت خاصة بتفهم خطيئته القول الأول. أحاطت به بالقول تطبقت الأول. عليه. أيوة الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، أنت والأستاذ حسام. الله يفتح عليك. طيب تمام. عشان الصوت يشحط شوية عشان توجيه قراءة الإفراد هنا، توجيه قراءة الإفراد واضح، إنه زي ما قالت منا وزي ما قلنا قبل، إنه السيئة هي الشرك والخطيئة هي الشرك، لأنه الشرك لا يتعدد. تمام، عشان هيك جابوا بالإفراد، لأنه هو الخطيئة بمعنى الشرك. وكيف إنه عطف الشرك على الشرك؟ قلنا إنه كسب سيئة يعني أشرك، وأحاطت به خطيئته يعني أطبقت عليه خطيئته من كل باب. طيب طبعا القول الثاني، قراءة الإفراد على الثاني، شو القول الثاني؟ إحنا قلنا شو القول الثاني؟ مين يذكرني بالقول الثاني على السريع؟ مين يذكرني بالقول الثاني؟ الأستاذ إيمان، هي إجت توكن اليوم ما شفناها، هي كلها أستاذ إيمان. مين يذكرني بالقول الثاني؟ القول الثاني هو أن السيئة هو الشرك والخطيئة هي الكبيرة. ممتاز، الله يفتح عليك يا أستاذة مخولة. طب الآن كيف بدنا نوجه قراءة الإفراد على القول الثاني؟ الآن السيئة هي الشرك والخطيئة الكبيرة، طب أنا سؤالي، الكبيرة تتعدد ولا مفردة؟ الكبيرة تتعدد ولا مفردة؟ أكيد تتعدد. ممتاز أستاذ عبد الرازق. طب إذا لما هي تتعدد، ليش الله يفتح عليكم جميعا، الله يفتح عليك أستاذة نور وأستاذة منة وأستاذة والأساتذة كلهم. الأساتذة في جمعتين اللي الأساتذة مر عليكم، أستاذ يجمع على إيش؟ غير أساتذة أو أساتذة غير أساتذة، على إيش يجمع أستاذ؟ أنا أستاذ واحد وأنتم طلبة، صحيح، بس أساتذة هذا اللي أنا قلته، أنا بسأل عن الجمع الثاني. برضه أنا قلته هذا يا جماعة، أنا بدي الجمع الثاني. أساتيذ؟ لا لا مش أساتيذ. يجمع أستاذ على أس إحنا صغار، على أستاذون. أي والله يفتح عليك يا نور، قلتها قلتها انت وانا وعبد الرازق مع بعض، احنا الثلاثه استاذون يعني الاستاذين بالجر، هذا من الجمع. تمام الاستاذون، استاذه للمؤنث اكيد، استاذات بتصير. طيب اذا الخطيئه مفرد، الخطيئه مفرد، وقلنا انه الخطيئه على المعنى الثاني هي 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 الكبيره. طب كيف سيتوجه؟ والكبيرة تتعدد، انتوا قلتوا صح ولا لا؟ الكبيرة تتعدد، الكبائر كثير، الكبائر كثير، والإمام الذهبي وصلهم إلى 70 والإمام شو اسمه الهيثمي، ابن حجر الهيثمي في كتابه المشهور الزواج على اعتراف الكبائر وصلهم أكثر من 70 كمان، فوق 100. كيف بدنا نوجه هذه القراءة اللي هي قراءة الإفراد على أنه الكبائر تتعدد؟ أيوه سهل التوجيه هنا، كثير بوجهونا اللغويين قالوا ان الله يفتح عليك يا هيثا، ان الافراد على اراده اسم الجنس وليس على اراده المفرد. يعني لما نقول خطيئه هذه اسم جنس، اسم جنس ايش يعني؟ يعني يعم كل خطيئه، يعني يعم كل كبيره.
إذا هنا الإفراد على إرادة اسم الجنس، ممتاز. إذا هذا إحنا وين ماشيين؟ ظل القول الثالث على إرادة الإفراد، إيش القول الثالث؟ إنه السيئة هي الكبيرة والخطيئة هي الشرك. كيف بدنا نوجهها هذه؟ هذه فيها مشكلة. هذه فيها مشكلة. الآن إحنا قلنا السيئة هي الكبيرة والخطيئة هو الشرك. لا هنا قصدي فيش فيها إشكالية، إحنا بنحكي عن الإفراد، أنا آسف. الإفراد فيش فيها إشكالية. لأنه ليش؟ لأنه الشرك لا يتعدد. لأن الشرك لا يتعدد، تمام؟ الشرك واحد، وقلنا الخطيئة هنا بمعنى الشرك على القراءة على القول الثالث، ففيش إشكالية. إذا إحنا هنا خلصنا معنى الإفراد على الأقوال الثلاثة، بقيت نروح وين؟ على معنى الجمع على الأقوال الثلاثة. القول الأول إحنا عرفنا إنه السيئة والخطيئة بمعنى واحد، وهما الشرك بالله. طيب كيف سنحمل قراءة الجمع خطيئة وأحاطت به خطيئاته على الشرك؟ هو الشرك يتعدد؟ لا يا هيفاء، هذه كثرة الذنوب والمعاصي قلنا إذا كانت الخطيئات بمعنى الكبائر. هذا في القول الثالث، لقيت القول الثاني بظبط، أنا ما فيش مشكلة في القول الثاني، بس أنا بحكي الآن على القول الأول إنه السيئة. ركز معي شوية، هو قلت لكم حتغلبكم شوية هذه، إنه السيئة والخطيئة بمعنى واحد وهو الشرك بالله. كيف بدي أوجه قراءة الجمع بتاعت الخطيئات على معنى الشرك؟ عادي ما بيغلبوش، خذوا بالكم العلماء بيغلبوش. اقول لكم كيف وجهوها، قالوا هاي ايمان قالت لكم مثلا شرك اكبر واصغر، برضه توجيه حلو، الله يفتح عليك يا ايمان. العلماء ايش قالوا يا ايمان؟ قالوا يراد بها انواع الكفر المتعدده المتجدده. كيف يعني؟ يعني الكفر اما يكون مثلا بكفر موالاه، بكفر اعراض، بكفر صد، بكفر تكذيب، بكفر نفاق، بكفر اكبر، بكفر اصغر، انواع الكفر المتجدده، كفر نعمه والى اخره، كويس؟ فهذه كلها عشان هيك الجمع واحاطت به خطيئاته، يعني الكفريات اللي كفرها في حياته، لانه كفر بكذا وكفر كذا وكفر من جهه كذا وكفر بالجهات اللي احنا حكيناها تو. فهيك توجهوا قراءه الجمع، تمام؟ طيب الآن القول الثاني إنه السيئة بمعنى الشرك والخطيئة بمعنى الكبيرة، هذا سهل على هذا التوجيه. ليش؟ لأنه إحنا قلنا الكبائر متعددة، بتزبط 100 100 مع قراءة إيش؟ خطيئاته، لأنه الخطيئات إيش؟ جمع، والكبائر متعددة. طيب والقول الثالث إنه يعني العكس، اللي هو السيئة هي بمعنى الكبيرة والخطيئة أو الخطيئات بمعنى الشرك، بنفس توجيه القول الاولاني، بنفس توجيه القول الاولاني، لان احنا قلنا ايش؟ تعدد او انواع الكفر المتعدده او المتجدده التي يقع فيها هذا الانسان. طيب الان كل واحد بايش احتج؟ احنا الان فهمنا القراءه صح، تمام؟ فهمناها على الاقوال الثلاثه للمفسرين في معنى السيئه والخطيئه. فهمنا قراءه الجمع وقراءه الافراد. حجه من جمع، قالوا انه رد ذلك واحاطت به، صح؟ قالوا الاحاطه لا تكون للشيء المفرد، كويس؟ الاحاطه لا تكون للشيء المفرد. هل قد بيقولوا قالوا او هم يقولون احاط به الرجل ولا احاط به الرجال؟ طبيعي الرجال، لانهم الذين يدورون حوله فيحيطون به، فعشان هيك قالوا ايش؟ الجمع اوجه، الجمع اوجه وارجح. ليش؟ لان الذي يحيط بالشخص خطاياه التي تحقق معنى الاحاطه، مش ربنا قال واحاطت؟ طيب الاحاطه لا تكون الا بالتعدد، تمام؟ هذه الحجه الاولى. حلو الكلام كده؟ طيب قالوا ايضا جاء في التفسير ان الخطيئات بمعنى الكبائر والكبائر متعدده، وهذا يقوي قراءة الجمع. مش احنا قلنا انه في من اقوال في تفسير معنى الخطيئة اللي هي الكبيرة والكبائر متعددة، فهذا يقوي او يرجح قراءة ايش؟ الجمع. طيب
حجة من أفرد أو من وحد. الحجة الأولى ردوا فيها على حجة الأولين. حجة الأولين قالوا إنه الإحاطة لا تكون إلا بالمتعدد، ونقول فلان أحاط بفلان، ما ينفعش نقول فلان أحاط بفلان، نقول أحاط به الرجال، صح؟ فهم إيش ردوا عليهم؟ بدهم يردوا على حجتهم هذول، لأنه الرد على الحجة يعتبر حجة، خذوا بالك. إبطال الحجة هي حجة، لكن هي حجة أضعف من الحجة الأصلية، لأن أنا في عندي حجة أصلية، في أنا عندي حجة أصلية، وفي عندي إبطال الحجة يعني الرد عليها، تمام؟ قالوا الخطيئة ليست شخصا، عشان تقول لي والله إيش بدنا يحيط به كما يدور الرجال حول الشخص، تمام؟ هي ليست شخصا، وإنما هي تكون داخل الشخص فتحيط به، فيجوز أن نقول أحاطت به خطيئته على الإفراد، لأنها تكون بداخله فتحيط به، وهي واحدة تكون بداخله، يعني إيش؟ يعني يتسربل بها، يتغطى بها، وهذا وارد، هذا وارد. الإنسان أحيانا خطيئة واحدة بتغطيه وبتسربله وبيكون يعني تحيط به من كل جانب والعياذ بالله. طيب، وقالوا أيضا من حججهم اللي هو التفسير اللي قلنا قبل شوية، جاء في التفسير أن الخطيئة بمعنى الشرك، والشرك إيش؟ لا يتعدد، ولذلك رجحنا قراءة إيش؟ الإفراد. هيك إحنا بنكون خلصنا الموضع العاشر هذا، والوقت 11 هذا حتى مش العاشر، والوقت يعني انسحب بساطه من تحت أقدامنا دون أن أشعر أنا على الأقل، يعني لا أدري هل أنتم شعرتم أم لا، ويعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.